الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة من صور ضياع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر هو الأصل من كل شيء، نزلت في جذر قلوب الرجال في قرار القلوب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فنزل القرآن أو ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. انظر إلى صورة نزول الأمانة. صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. تاني بعد ما نزلت في جذر قلوب الرجال ترفع الأمانة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. خلي بال حضرتك معايا. فقال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النومة، يا رب سلم، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ينام الرجل النومة ليلة، ينام الرجل ليلة من الليل يصبح وقد نزعت الأمانة من قلبه، صار خائنا، صار خائنا، أصبح خائنا. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت شايف نقطة السواد أو بقعة السواد اليسيرة، ترفع الأمانة ويبقى أثرها كالوقت، يترك أثرا للسواد اليسير في الموضع الذي رفعت منه الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينام الرجل النومة، ليلة أخرى، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كجمر، فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. المجل الجلد المتشقق الشديد من أثر العمل، من أثر العمل، يعني حينما يتشقق جلدك وينتفخ، ينتفخ الجلد وتضغط عليه وهو تستشعر أنه قد امتلأ بالماء، قد امتلأ بالماء وليس فيه شيء، لو ضغطت عليه لانضغط معك، فيظل أثرها كالمجل. فيتبايع الناس فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا.